ما بين عصر يجسد ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وعصر يمثل رمزا ضخما لكرامة الإنسان، تقف ثورة 23 من يوليو عام 1952 شامخة كما ينبغي لها أن تكون، معطاءة كما كانت منذ اللحظة الأولى. لكننا نضيف إليها هذا العام والأعوام السابقة أن بعض الأسئلة القاسية بدأت تأتي لاتهامات أحيانا، وبدأت توجه إلى هذا العمل العظيم من قبيل مدى إسهامها في تخليص بلادنا من الاستعمار، ومدى قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومدى وجود مظالم حقيقية في العهد السابق عليها. كل هذه الأسئلة تثار بين الحين والآخر كلما جاءت ذكرى ثورة يوليو، وربما بين الحين والآخر بشكل غير مرتبط بذكرها. هذه الاتهامات بطبيعة الحال تحولت تدريجيا إلى حالة نوستالجيات غريبة، أو ربما نفسرها بحالة الحنين إلى الماضي، قطاعات واسعة من المصريين تجاه عهد ما قبل يوليو. في حلقة اليوم نبحر مع الذكرى الثالث والعشرين من يوليو، ويعني اخترنا مجموعة رائعة ومميزة من ضيوفنا الكرام الذين نشرف بهم في أكثر من مجال، لعلنا نوفق إن شاء الله في تقديم رؤية متكاملة لهذه الثورة في ذكراها هذا العام. اخترنا في مجال التاريخ والمجال العسكري وأيضا مجال الفن والنقد الأدبي. في مجال التاريخ نشرف بضيفنا الكريم الذي نسعد به دائما، ضيفا عزيزا وكريما علينا، الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث. أهلا بك أستاذنا الكريم. أما في المجال العسكري نشرف أيضا بضيفنا الكريم سادة اللواء دكتور مهندس، وهو أيضا لديه خبرة عسكرية طويلة، السيد مصطفى كامل هدهود محافظ البحيرة السابق. أهلا وسهلا، طيبين، كل عام وحضرتك بكل خير. أما في مجال الفن والأدب والنقد الفني نشرف برؤية إن شاء الله متكاملة لهذه الثورة وأسئلة أخرى مرتبطة بها بضيفنا الكريم الأستاذ علي عمران الشاعر الكبير. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بك. نبدأ ببعض الأسئلة، ربما يعني من أسئلة عامة، ونبدأ مع حضرتك دكتور عاصم. ما الذي تمثله ثورة يوليو بالنسبة لحضرتك بعد هذه الأعوام التي مضت عليها؟ يا ثورة يعني نحن ندركها من الشعارات التي رفعتها وحققتها، لأنه كل الثورات اللي في العالم لها شعارات، وترفع الشعار معناها أنه ما تطالب به غير موجود. نعم. يعني إذا كانت تطالب بالعدالة الاجتماعية معناها غير موجود، إذا كانت تطالب ببناء اقتصاد وطني قوي معناها غير موجود، بناء جيش وطني غير موجود، إلى آخر إيه هذه الأمور. وبالتالي الوضع في مصر قبل 52 كان يهيئ لهذه الثورة. لا ننسى أن احنا عندنا أحزاب سياسية وتنظيمات شيوعية وتنظيمات الأخوان والمسائل دي كلها، وكل واحد كان بيطالب بشيء من هذا، اللي بيطالب بالاستقلال، اللي بيطالب بالعدالة، لكن لم يستطع أحد أن يحرز هذا الهدف. من ضمن هذه الهيئات والقوى التي كانت موجودة نشأ تنظيم الضباط الأحرار داخل الجيش من قلب نفس الشعب، زيهم زي الأحزاب وزي الأخوان وزي الشيوعيين، قوى، ومصر الفتاة بتاعت أحمد حسين، كلها الهدف واحد. بس في فرق بقى بين جماعة صارت في طريقها وحققت الهدف، وجماعة اكتفت بالمناداة بالشعارات. ومشكلتنا في مصر انه دي كل المنظمات دي كانت بتطالب بالاستقلال. نعم. عظيم. احد التنظيمات دي استطاع ان ينجح ويصل الى السلطة وينهي الحكم الملكي، يبقى كان مفروض على الأحزاب الأخرى والقوى السياسية الأخرى أنها تقول له برافو، أنت قمت باللي احنا ما قدرناش إيه نقوم به. لكن احنا بقى عندنا حاجة في التركيبة كده الثقافية الشخصية، اشمعنى أنا يعني؟ وليه ما كنش أنا؟ ما أنا عمال بتكلم ونادي إلى آخر هذه الأمور. لتأكيد هذا، وإن مصر ردا على الذين يقولون أن مصر لم تكن بحاجة إلى ثورة، ومعناه ان العصر الملكي ده كان يعني في الناس ماشيه عايشه في نعيم، يعني هرد بحاجتين رئيسيتين تقارير اجنبيه، لا داعي ان انا ايه اتكلم على التفاصيل، ولو حد عايز يعرف انا عندي طبعا تفاصيل، بس يكفي شهاده تقرير القائم باعمال السفاره الامريكيه في لندن
التقرير ده عارف تاريخه امتى؟ 7 يناير سنة 49، يعني قبل الثورة بثلاث سنين. ثلاث سنين. كويس. بيقول ايه بقى التقرير ده؟ الراجل ده اسمه هولمز، قاعد في السفارة لأن السفير راح أمريكا، وقابل ضابط بريطاني جاي من الإسماعيلية، من قاعة قناة السويس هناك، جاي في أجازة الكريسماس في لندن. هو قابله فبيسأله، بيقول له إيه الأحوال في مصر وكلام من ده. فالراجل الإنجليزي قال له الحالة جريم، يعني زفت، سنة 49. ليه؟ قال له التفاوت الطبقي والفساد، والبلد دي مقبلة على ثورة سنة 49. وخلى التقرير بتاعه عنوانه Egypt in Revolution، مصر في ثورة. ادي شهادة من واحد من بره. تيجي بقى شهادة تانية من البيت الابيض الامريكي، بعد ما النحاس قام بإلغاء معاهدة 36 في 8 أكتوبر سنة 51 كما هو معروف، كان الأمريكان وراء الفكرة دي إيه؟ شجعوه لإلغاء المعاهدة في مقابل أن ينضم إلى حلف اسمه ميدل إيست كوماند، وقتها قيادة الشرق الأوسط، اللي هياخد اسم حلف بغداد فيما بعد. بس وقتها إيه؟ كان اسمه ميدل إيست كوماند في إطار محاصرة السوفيت. إن الأمريكان عاملوا حلف الأطلنطي يحاصر السوفيت من الغرب، بيدوروا بقى على حلف يحاصر من الجنوب وحلف تاني من الشرق، اللي هو يبقى حلف جنوب شرق آسيا وبعدين حلف بغداد. المهم درسوا بقى، طبعا النحاس رفض الفكرة، فبدأوا إيه هما يدرسوا ويحاولوا يعملوا إيه يعني في مصر. ده سنة 51. فالبيت الأبيض مجلس الأمن القومي اللي عندهم جمع خبراء عسكريين وسياسيين إلى آخر هذه الأمور، علشان يشوفوا إيه احتمال أن مصر تبقى تستخدم كقاعدة عسكرية في هذا الحلف الجديد. التقرير انتهى بإيه بقى؟ بيقول إيه بقى؟ نفس الكلام اللي قاله الراجل هولمز دوت بتاع 49، البريطاني قال نفس الأوضاع في مصر، الفساد فيها والرشاوة والتفاوت الطبقي. وأول مرة أقرأ الكلمة اللي استخدمها جمال عبد الناصر وكأنه هو أراها، لما قال جمال عبد الناصر مصر المجتمع يحكم 0.5%. دي جت في التقرير الأمريكي، في التقرير الأمريكي 51 في نوفمبر بقى. طيب في نوفمبر 51. وقال بقى، شوف الآخر الجملة قالها إيه، وأن حزب الوفد اللي بيحكم كان وقتها حزب الوفد الحاكم اللي احنا فاهمينه الحزب الشعبي ده، حزب الوفد هو أكثر الأحزاب المصرية فسادا. دي تبقى للشهادة الأمريكية. أيوة. طيب التي حكمت في الفترة الأخيرة. فإحنا إذن عندنا تقارير بتقول ايه؟ ان البلد مقبل على ثوره، فلما تقوم فيها ثوره يبقى امر عادي. عظيم. طيب برضو من حيث المبدا سياده اللواء، ما الذي تمثله ثوره يوليو لحضرتك بعد كل هذه الاعوام على حدوثها؟ وطبعا كان من اهم مبادئ ثوره 23 يوليو انشاء جيش وطني قومي قوي. ليه؟ لان طبعا مجموعه مجلس الثوره كان حرب فلسطين وفي 48، وكان يعني احد اسباب ان العالم العربي كله ما كانش عنده صناعه حربيه، فالجيوش العربيه كلها لما دخلت هذه الحرب اعتمدت على تسليح، سواء كانت مدفعيه او اسلحه صغيره او متوسطه، وذخائر كلها مستورده من اوروبا، وكل ديت كانت بواقي الحرب العالميه الثانيه. فالدرس اللي خدوه بعد الحرب انه عدم وجود تسليح وعدم وجود انشاء صناعه حربيه في الدول العربيه كانت سبب من اسباب هزيمة 48. فطبعا بعد 48 مباشرة كان مصر كانت سباقة ان بدأت تعمل صناعات حربية. طبعا لازم التاريخ يعني صح، ان قبل 52 كانوا بدأوا فعلا في انشاء 3 مصانع حربية، بس المصانع كانت لسه في بدايتها. فكان الهدف بعد 52 بقى انه انشاء صناعة حربية بمعنى الكلمة. وفعلا كان من يعني نتائج 52 انه في الفترة من 52 حتى سنة 66 تم انشاء 17 مصنع حربي جديد على مستوى الجمهورية، بحيث ان المصانع الحربية غرضها ان احنا ننتج الاسلحة الصغيرة، ننتج الاسلحة المتوسطة، ننتج المدفعية، ننتج الذخائر بتاعتها، الاجزاء الالكترونيات بالنسبة للحاجات الكهرباء، الحاجات الخامات الاصلية. يعني الحاجة غريبة جدا ان مصر حاليا في الصناعة الحربية، في كثيرا من الصناعات الحربية معتمدة على خامات من البداية. يعني الراجل كان فكره صح
انه عمل مصانع انه يصنع الخامه بتاعه الالومنيوم. حضرتك كده ما بتذاعش سر؟ لا لا لا، ما ده منشور في الـ في الـ في الـ في الـ يعني الـ الخامات نفسها. اللي عاوز اقول ان الميزه في الصناعات الحربيه اللي تمت انها فيها عمق تصنيع محلي. تمام. وده كان شد الصناعه المدنيه في مصر. فده كان يعتبر طيب عشان المصانع، وجود الصناعه العسكريه اوجد حاله من الصناعات المدنيه اشتغلت حواليها، حركه من الصناعات حواليها معاها. فطبعا انت شايف اي دوله في العالم متقدمه في صناعه حربيه تلاقيها متقدمه في الصناعه المدنيه. دايما صناعات الفضاء بتنزل للصناعات الحربيه، الصناعات الحربيه بتنزل للصناعات المدنيه. يعني التطورات اللي بتشوفها دلوقتي في السيارات كلها جايه من صناعه الطيارات. وتقريبا كان في الفتره دي برضو مصر كان عندها طموح تصنيع سياره من الالف الى الياء. كانت خطوه ثانيه. كان تقريبا عربيه رمسيس او حاجه زي كده احنا شفناها. يعني عربيه رمسيس، عربيه انتجت بالكامل انتاج محلي وكانت مصري وتصميم محلي. وكان مصر كلها في الستينات ما عندهاش الا رمسيس و128. يعني هم دول عربيتين اللي بينتجوا، 128 في شركه النصر للسيارات ورمسيس كانتاج محلي تصميم محلي. اذا قدر الامور انها كانت تمشي بشكل جيد كان زماننا دلوقتي في مرحله متطوره من الصناعات العسكريه والمدنيه. يعني حضرتك انت في صراع عالمي مضاد لمصر والدول العربيه. كل ما دوله عربيه تتقدم لازم يحصل لها اجهاض. عزيز. يعني ده هدف الرئيس بتاعها. طيب عشان برضه استاذ علي شاركنا الحديث المبدئي وبعد كده هدي مساحات اكبر في الحوار، بس البدايات دي بنسمي بس كده بسم الله الرحمن الرحيم. فبرضو كراجل مهتم بالأدب والشعر، برأيك أو ما الذي تمثله ثورة يوليو بالنسبة لحضرتك، ولعل حضرتك أيضا جيل مختلف عن دكتور عاصم وسادة اللواء؟ نعم. الثقافة قبل ثورة يوليو كانت مقتصرة على البيوت الكبيرة والطبقة الأرستقراطية والبرجوازية، وكان محروم من كل هذه المفردات الثقافية عامة الشعب المصري في الأرياف في الأقاليم. فكان حلم عبد الناصر وهو في الجيش قبل أن يفكر في الثورة، وكان يقرأ، عبد الناصر كان مثقف وكان يشاهد السينما العالمية وكان لديه فكرة وشاركه فيها ثروة عكاشة. ثروة عكاشة كان ضابط في الجيش المصري وكان من الضباط الأحرار، ولكنه كان في سلاح آخر غير سلاح عبد الناصر، هو سلاح الفرسان. وعندما التقى بعبد الناصر كان دايما يملي على عبد الناصر أحلامه أن تكون مصر بلد فيها الموسيقى وفيها السينما متاحة لكل طبقات الشعب. الفكرة هنا التقت مع فكر عبد الناصر في أن الأرض لابد أن تكون ملك الشعب وأن يكون العمال لهم حق في الدولة، مثل الفكرة التي تبناها ثروة عكاشة في السينما وفي الفن وفي الموسيقى. وعندما قامت الثورة ظل عبد الناصر يفكر في هذا ويتذكر أحلام ثروة عكاشة، والبيت الذي غنته أم كلثوم يعبر عن هذا المعنى، كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. هذا الحلم الذي يراود هذين الضابطين الفارسين تحقق سنة 58 عندما قرر الضباط الأحرار إنشاء وزارة ثقافة، وكانت رقم 8 على مستوى العالم. العالم كله كان لا يهتم أن تكون للثقافة وزارة، ولكن كان هناك دول أخذت هذا الطريق، وكانت مصر وزارة الثقافة في مصر سنة 58 رقم 8. وفي أثناء اجتماع عبد الناصر مع الرفاق كان دائما في خياله الرفيق القديم ثروة عكاشة، والفكرة التي طرحها فتح رضوان بأن تكون هناك وزارة اسمها الثقافة والإرشاد القومي، هذه الفكرة أكد عليها عبد الناصر واستدعى ثروة عكاشة، كان سفيرا لمصر في روما وألقى عليه الفكرة، وكان متخوفا في البداية ثروة عكاشة من هذا الأمر، ولكنه استجاب لعبد الناصر، وكان مقر الوزارة في قصر عابدين يعني قريب من مكتب عبد الناصر، ووافق وبدأ هذا الرجل العظيم في إنشاء أكاديمية الفنون، هذا الصرح العظيم الذي تبنى معاهد في كل المجالات، في السينما، في المسرح، في الموسيقى، فن الباليه، وبدأت طفرة عظيمة جدا في الثقافة المصرية، وتحولت الفنون التي كانت مقتصرة على البيوت الكبيرة، وكانت السينما حتى يعني نعلم أن السينما في الأربعينات كانت متقدمة جدا، ولكنها كانت تحاكي السينما الغربية في الأزياء وفي الرقصات وفي الموسيقى التصويرية، فتحولت السينما وكل الفنون إلى ملامح بالشخصية المصرية. أصبح هناك سينما تأخذ من أعمال نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، أصبح الفن التشكيلي في أعمال السجيني يعني ينحاز إلى الشخصية المصرية، أصبحت الموسيقى أكثر
قرب من الشعب في موسيقى عبد الوهاب ورياض السنباطي، فتحولت الثقافة عامة من اللون الغربي، وهو ليس عيبا أن نتخذ من الغرب، ولكن بشرط أن لا نتخلى عن الهوية المصرية وندمج بينها وبين الثقافة الأخرى، نمد جسورا ونثبت للعالم أن لنا هوية ثقافية خاصة بنا، وهذا ما تحقق في ظل وزارة ثروة عكاشة. عظيم. طب دكتور عاصم، يعني من باب برضو المصارحة والمكاشفة، انتقادات كثيرة جدا وجهت لثورة يوليو 52. قبل أن نصل إلى هذه الانتقادات، ولعل حضرتك أيضا يعني طوفت سريعا حول بعضها عندما ذكرت أن أنت حابب ترد على اللي بيقول ليه كانت الثورة مطلوبة في التوقيت ده، في أسئلة كثيرة جدا جاية برضو في سياق نقد ثورة يوليو، لكن بشكل عام متى بدأت شيطنة ثورة يوليو؟ بدأت من منتصف من مايو 71، بعد وفاة جمال عبد الناصر. أنا في تقديري وبالفعل الواقع يعني ثورة يوليو انتهت بوفاة جمال عبد الناصر. بفعل فاعل شيطنتها، ولا كانت شيء طبيعي لمشاكل المجتمع كان عايشها؟ لا لا لا، لأنه دلوقتي لما جاء أنور السادات أول حاجة عملها في 71 معروف أنه أطاح بمجموعة النصريين، مجموعة جمال عبد الناصر. لأنهم كانوا على خلاف معاه. ايوه ايا كان الخلاف بقى ده، دي قصه طويله وسببها ايه. هي المشكله انه السادات كان واخد طريق غير طريق عبد الناصر بتشجيع امريكي، رغم انه هو محسوب على ضباط الاحرار. بس معلش، بس لازم ده ايه يبقى معروف وعلى الترابيزه، المساله مش اسرار. شوف سنه 72 بدا هو يتكلم من بعد 71 انه ايه على التحرير الارض وكلام من هذا النوع، وقعدوا لك ايه 99% من اوراق اللعبه ديت في ايد امريكا. طيب يعني امريكا ايه اللي هتضغط على اسرائيل او هتساعد مصر لجلاء الاسرائيليين من سيناء؟ امريكا عملت هنا بقى ايه؟ بعتت له رسل مخابراتيه، رسائل، واحد عن طريق رومانيا، شاوسيسكو اللي هو رئيس رومانيا اللي هو يهودي واخوه في اسرائيل ترزي يعني في الزمن ده، ورسالة أيضا جت عن طريق شاه إيران، خدت بالك أنت، بتقول له بقى إيه؟ عاوز دور أمريكي في الموضوع، شرطين. أول حاجة إخراج السوفييت من مصر، وكان طبعا موجودين في الجيش المصري. الحاجة الثانية الإفراج عن الإخوان المسلمين. أمريكا اشترطت عليه كده؟ إيه هنا المغزى؟ اللي يتابع بقى السياسه الامريكيه مره ثانيه، ده كان شرط امريكي. ايوه، مش قرار ليه؟ مش قرار من السادات نفسه. لا 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 لا. ليه بقى؟ طب ايه علاقته؟ اللي يقرا بقى السياسه الامريكيه ويعرفها، انا خبير بيها من الوثائق يعني، من التاريخ يعني الموجود، هم مش ضامنين السادات يعني، مش عارفينه لسه، لكن ضامنين الاخوان. من ناحيه ايه بقى؟ اذا السادات مشي على خط عبد الناصر يشغلوا الاخوان، مشي على خط اخر يخدمهم، خلاص فيبقى دولت ايه موجودين احتياطي كده. مره ثانيه حضرتك بتتكلم من واقع وثائق، مش مجرد تحليل شخصي يعني. لا 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 لا، وثائق. فطلع الاخوان، تم الافراج عنهم، واتيحت لهم بقى ايه مساحات كبيره من وطرد السوفييت. طبعا طرد السوفييت، وبعدها كمان بعد كده وقبل 73 مشى الفريق محمد احمد صادق، لانه حسب برضو المذكرات هنري كيسنجر وغيره في الوثائق ديت، انه كان متفق معاه بيقول له عايزين عمليه العبور بس حرب محدوده، او حرب تحريك وليست حرب تحرير زي ما بيقولوا يعني، حرب محدود. فمحمد صادق رفض هذا، قال لا ما اعرفش كده، انا اعرف ان انا احارب امشي لحد ما اقف كويس. فراح مشاه بتهمه ايه بقى؟ بتهمه ان هو عميل سوفيتي. كلام من ده. وجاب الفريق احمد اسماعيل اللي بينه وبين عبد الناصر خصومه من ساعه ما عزله من موقعه بعد 67. طيب عشان تفاصيل ما تاخدناش، شيطنه الثوره بدات في عهد السادات قولا واحدا. كده على طول. والدليل على هذا بقى، بس حد ممكن يقول لحضرتك ممكن يكون هو اختلف مع رفاق الامس، لكن ايه ذنب الثوره؟ في اجراءات، سيبنا من الاختلاف. ممكن في اجراءات دلوقتي، خرج السوفييت، افرج عن الاخوان، وبدات الفتنه تشتغل،
معروفة طبعا محافظ أسيوط اللي عينهم عثمان إسماعيل من الإخوان، وقلب المحافظة وتشكلت جماعات الميليشيات الموجودة بتاعت الطلبة اللي كانوا بيضربوا الأساتذة وبيضربوا البنات وبيضربوا الطلبة والكلام ده كله. يعني دي معروفة في هذه الفترة. فهنلاقي الإجراءات وبعد كده شوف بقى الخطوة التالية بعد 73 في 74 بعد الحرب بعد الحرب في 74 في شهر مارس جه مدير البنك الدولي للإنشاء والتعمير قابل السادات وقال له إن إحنا البنك الدولي يعني وأمريكا مستعدة تساعد مصر لعبور اقتصاد الحرب بتاع 73 بشرط أن الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح، كلمة عامة. ومشي. بعدها أعلن أن الرئيس الأمريكي نيكسون جاي مصر يوم 19 يونيو سنة 74. فالسادات عمل إيه بقى للمقابلة ديت؟ يجهز للمقابلة ديت. 9 يونيو في يوم وليلة طلع قانون من مجلس الشعب بحماية رأس المال الأجنبي. كويس؟ وجي بقى الرئيس الأمريكي نيكسون ومعاه مين؟ وزير المالية. وطبعا معروف في السياسة الرئيس أي دولة لما بيسافر دولة تانية حسب الطقم اللي معاه تعرف طبيعة الزيارة. إذا كان معاه وزير الدفاع تبقى الزيارة عسكرية. وزير المالية يبقى إيه؟ اقتصاد. ماشي. فجاي معاه ويليام سايمونز وزير المالية. خلاص؟ تمام. يوم 19 عبد العزيز حجازي كان وقتها وزير المالية في مصر. قابل سايمونز. وكرر عليه قال له إيه؟ احنا بنتطلع بقى لمساعدات الاقتصاد المصري عشان عبور الكلام ده كله وعايزين الاستثمارات. رد عليه سايمونز جملة محددة قال له ما نقدرش نساعد الاقتصاد في مصر طول ما هو اندر بابليك سيكتر تحت القطاع العام. قال له ايه المطلوب؟ قال له ليبراليزيشن يعني تحرير الاقتصاد. فبدأت بقى ايه بس ما لحقهاش السادات، بدأ بقى تفكيك القطاع العام وبيعه، ده بدأ في ايام مبارك عشان وبعدت الدولة بدأت تخلت بقى عن تعيين الخريجين واتفتحت الجامعات الخاصة عشان تاخد بمصاريف والجامعات الحكومية بدأت تقلل الطلاب اللي يدخلوا كل سنة عشان يجبروا الباقيين يروحوا ايه في الجامعات الخاصة. ادي عشان كده بقولك انتهت بنهاية بموت عبد الناصر وبدأنا مرحلة جديدة. كانت فلسفة السادات ايه في الوقت ده؟ كان ليه وجهة نظر معينة؟ مفيش، ما لهاش وجهة نظر سوى الاستماع إلى، لأن الغرب الأمريكي لا يريد لأي بلد في العالم الثالث أن تنهض. عظيم. تظل سوقا تظل سوقا للإنتاج، لكن لما تبني جيش وتبني اقتصاد وطني وتصدر ولا تستورد أو على الأقل لا تستورد، ده هم هيبيعوا فين فائض الإنتاج؟ هيبيعوا لمين؟ تمام.